مساء الخير يا محمد. مين؟ أنا اللي هو رفعت. تحت أمر سعادتك يا باشا. تعالي للمكتب حالا، أنا عايزك في حاجة مهمة. مسافة السكة سعادتك. سلام. في رعاية الله يا باشا. خير. أمورك تكون. والله أفارم عليك يا أبو لغب. تؤمر يا كبير، أنا دايما في الخدمة. أنت عارف أكتر حاجة عجباني فيك إيه؟ قول يا كبير. إنك قدرت تقتل الضابط ده من غير ما يضرب بيك. عيب، ده إحنا بنقتله مطاريد في قلب الجبل، يبقى مش هنقتله حتة ضابط بيتمخطر على البحر. بس أنت اتأكدت إن الضابط مات ولا لا؟ عيب يا كبير، هو أنا هاوي؟ القتل دي شغلتي، ودبحت لك مرته كمان. ملاش دعوة بالحساب، هدية مني. أباي، دبحتها ليه؟ لزوم التأمين ونظافة الشغل، أحسن تعرف أوصافنا وتبلغ عنينا. المهم، الضابط مات ولا لا؟ وزمان السمك بيتعشى بيه دلوقتي. الله يطمن قلبك يا أبو لغب. خد. بقيت المقاولة زي ما اتفقنا. حلال عليك. هو ده الكلام. يا سلام، تعرف يا كبير انا كان نفسي من زمان اخدمك لانك راجل دغري وكانت كلمتك. بس ما تاخدش عليها، يعني هي مره وعدت. انت عارف انا راجل طول عمري يدي نظيفه واخاف ربنا. تعرف الضابط اللي انت قتلته ده قتل ولدي جابر، وبينه وبينه طار، وكان لازم ناخد طاري منه. عندك العيب يا كبير. طالما نفذت اللي مطلوب منك وعملت اللي عليك وشقيت، يبقى لازم تاخد حقك. ايوه كده، اصل انا ما تندليش لقمه في زوري ولا يهنالي بال لما اكون شقيان بيه. امال ايه؟ اليد البطاله نجسه. روح يا شيخ، ربنا يديك على قد نيتك. ابا ابا ابا، الدعوه دي ليا ولا عليا يا كبير؟ على كد نيتك عادي يا ابو لغم. الكبير كبير برضك يا كبير. ادخل.